الو، بكل صراحه ملي كنفكر في الحصيله كنفكر في جوج الحوايج. كنفكر في الميداليه الذهبيه ديال سفيان البقالي اللي سي انجاز كبير، لان الى غونوفلي سا ميداي وهذه تاريخيه في تاريخ ديال الاولمبيات. ثاني حاجه وهي الميداليه البرونزيه ديال الفريق الوطني ديال كره القدم اللي فرح الشعب المغربي واللي دار انجاز كبير، وكل يعني الحاضرين في هذه الالعاب الاولمبيه كيشهدوا بان الفريق المغربي كان خاصو يكون في الفينال ديال هذه الاولمبيات. لان ملي كتشوف ان ربح ب 4-0 كونتر لي زاميريكان، ربح ب 6-0 كونتر لي المصريين، ودار واحد اللعب ممتاز، يعني كان عنده المكانه ديالو في النهائيات. ولكن الميداليه البرونزيه باش تعطينا يعني تعطينا لونفي باش ناخذوا لا ميداي دور. بشكل عام ربما هذه ليديسيون ديال 2024 درنا احسن من طوكيو، ودرنا احسن من ريو، ودرنا احسن من لندن. اذا كاين واحد التحسن للمغرب وللرياضه المغربيه، وهذا انجاز كبير. واللي كنلاحظ ان في هذه الدوره تأهلت 19 رياضه مغربيه، اذا خصنا مازال نزيدوا ونامنوا بنفوسنا. كاين بزاف ديال الرياضات اللي او الرياضيين او الجامعات اللي خصنا نديروا اعاده النظر في العمل، وكيفاش نحسنوا وكيفاش نغيروا ونعرفوا علاش كنجيو للالعاب الاولمبيه. اليوم نقدر نقول بان المغرب عنده الامكانيات باش يكون، وعنده الامكانيات باش يدير ميداليات على المستوى الاولمبي. اشنو اللي ناقصنا؟ كاين شي حوايج اللي ممكن نحسنوها، ولكن اللي غادي نركز عليه وهو العمل العمل العمل. كاين بعض الرياضات اللي عندهم مؤهلات والابطال ديالهم عندهم مؤهلات باش يديروا ميداليات، واستافدوا من مساعدات كبيره من طرف اللجنه الاولمبيه. مع الاسف ما كانوش في الموعد. علاش ما كانوش في الموعد؟ لان المستوى عالي سيفري، لان كلشي اللي جايين هنايا باش يديو ميداليات حتى لي زادفيرسير ديالهم، ولكن ربما لا بريباراسيون ما كانتش اوبتيمال، وربما خصنا نديرو اعاده النظر في بعض الطرق ديال التهيئ والطرق حتى كيفاش كان ابورديو لا كومبيتيسيون دو هو نيفو. فاذا خصنا نعودوا النظر في هذا العمل، وخصنا نحاولوا نشوفوا اشنا هما النقاط اللي نحسنوا باش نحسنوا لا بيرفورمانس سبورتيف ديال لي زاتليت ديالنا.